بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى our next session is tracheostomy. Tracheostomy is to control the problem of stridor. نرجع تاني لورا، معلش احنا بنعيد حتى لو انتوا سمعتوا. احنا الاسترايدور نحله ازاي؟ نحله بان احنا نعمل له تراكيوستومي. لا، مش كل استرايدور يتعمل له كده. استرايدور ده ممكن يبقى مايلد، مودريت، اور سيفير. مايلد استرايدور يو سيرش فور ا كوز، تدور على سببه، ايديما بتاع حاجه زي كده، العيان ما هوش مخنوق للخنقه اللي احنا نخاف منها. وبالتالي if it can be corrected مثلا by medication okay. مودريت استرايدور ده محتاج اوبزرفيشن، هيخش في سيفير ولا لا؟ تحطه تحت عينك وتعمل له الانفستيجيشنز برضه، تفحصه وتشوف. انما سفير استرايدر انت ما عندكش فرصه او ما عندكش القدره ان انت تسيبه او ان انت تدور، انت هتعمله تراكيوستومي الاول وبعدين تفكر تتصرف معاه ازاي. وخدوا بالكم كمان بالمناسبه، يعني سام تايمز ممكن لو يقدر احط له اندو تراكيال تيوب بدل ما اعمل له تراكيوستومي، لو ده ينفع تسفار ماتش بيتر بدل ما اعمل له سيرجيكال انترفنشن. ليه؟ لانه تيوب اقدر اشيلها بعد كده وسهله، يعني طبعا ده اكوردنج تو ذا سيركمستانسز. اوكي، يبقى اذا التراكيوستومي ده الهدف اللي انا بتكلم بيه ان انا احل مشكله زي الاسترايد. وات از تراكيوستومي؟ ات از ا سيرجيكال اوبننج ان ذا انتير وول اوف ذا تراكيا لايك ذس. طب ايه الهدف منها بتاعها؟ تو باي باس ان ابر اير واي اوبستراكشن موجود هنا في الحته دي. وبالتالي بقى من غير المنطقي تقول لي انا عندي لور اوبستراكشن مثلا ات ذا بايفركيشن اوف تراكيا، وتقول لي انا هعمل تراكيوستومي هنا في النك عشان تو باي باس اوبستراكشن هنا. لا، ده حاجه غير منطقيه. وبالتالي يبقى الفكره الاساسيه تو ابر واي اوبستراكشن. ايه الهدف؟ تو باي باس ذيس اوبستراكشن تو سكيور اير واي. زي ايه كده مثلا؟ زي كوزس اوف ستايد احنا لسه قايلينها كلها على الاطلاق. تمام؟ بس احنا قلنا تاني ذا سيفير كوزس اوف ستايد، مش المايلد ولا المودريت. لكن في احيانا كمان حاجات اكسترا لارنجيه. زي ايه؟ زي مثلا ماكزيلو فيشل تروما اللي اتخبط على وشه في حادثه عربيه مثلا، فالدنيا هنا مكسره وملخوشه والمندبل مكسر والدنيا داخله ببعضها مش عارف ياخد نفسه، وانت مش هتعرف تعمل له حاجه ولا تدخله اندو تراكيال تيوب، ده لازم تراكيوستومي علشان ياخد نفسه، عشان تعرف تبنجه منها علشان تقدر تعمل له العمليه اللي انت هتعملها له. زيها بالظبط اللي عنده فرنجل سابيريشن، دي هتاخدها ليتر اون في الفارينكس، يبقى عندهم ديب سبيس نيك انفكشن، يبقى عندهم سيفير اديمه في النك، فده بتضغط على التراكيه او اللارينكس من بره وده تعمل لهم سيفير استرايدر برضه. بعض الهايبو فرنجال تيومرز بتعمل كده، لما تروح هناك هتعرف. يبقى دي اسمها اسباب الابر ايرواي اوبستراكشن. تمام؟ لكن هل ممكن يبقى في لور ايرواي اوبستراكشن؟ ايه ده ازاي؟ هو انت مش لسه حالا قايل لي ما ينفعش يبقى عندي لور اير واي اوبستراكشن وانت تعمل فيها تراكيوستومي؟ ايوه صح، امال ازاي كلمتين عكس بعض؟ هنا انا ممكن احتاج اعمل تراكيوستومي لسبب تاني خالص، مش تو باي باس ابر اير واي اوبستراكشن زي ما احنا لسه قايلين. امال ايه السبب؟ هديكوا سيناريو. العيان اللي هو بيبقى نايم في اي سي يو نتيجه ان هو عنده كوما او عنده سيفير ريسبيراتوري بروبلم او ريسبيراتوري فيلير او سي او بي دي والحاجات دي، بيقعد على فنتليتور. عشان يقعد على فنتليتور لانه ما بياخدش نفسه لوحده، بنبقى مركبين له اندو تراكيال تيوب كونكتد تو ا فنتليتور تو جيف هيم ا بوزيتيف بريشر، تدي له بوزيتيف بريشر وهو بيرجع الاكسبيريشن لوحده. اللي عنده هيقعد قد ايه في الاي سي يو على الفنتليتور؟ هيقعد مثلا يوم اثنين ثلاثه، اسبوع اثنين، ده ممكن نقعد شهر واثنين وثلاثه. الاندو تراكيال تيوب دي بتعمل لنا مشكله، ومن احد المشاكل بتاعتها الكف بيعمل حاجه اسمها تراكيو اسوفيجيال فيستر، دي مش قضيتنا دلوقتي. المهم في الوضع ده الاندو تراكيال تيوب ما هياش مفيده للعيان، التراكيوستومي مفيده اكتر. ليه بقى؟ بص بقى هنا، هنا مش تو باي باس اير واي ابر اير واي اوبستراكشن، امال هنا تعمل ايه بقى؟ بص كده، تو الاو ساكشن اوف سكريشن. ازاي يعني؟ يعني انا بجيب تيوب صغننه كده اسمها قسطره نيلتون، وبعد ما ادخلها في البق عن طريق الاندو تراكيال تيوب، تنزل 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 لغايه اخر تراكيا والبرونكاي واقدر اشفطها. الله، طب وانا عايز ليه اشفط السكريشنز دي؟ لان العيان ده ما عندوش الريفلكس كفل، العيان ده ما عندوش الفلكسز اصلا عشان يقدر يطلب السكريشنز دي، فلازم احنا اللي نعملها مانيوال من بره، ودي احد الحاجات اللي احنا هاو تو تيك كير اوف اكوماتوز بيشنت. التراكيوستومي تيوب بقى اسهل لي، لان هي اقصر من الحته الطويله دي ان انا اقدر اوصل للترمينال برونكيوز. الحاجه الثانيه تو بريفنت اسبيريشن اوف سكريشنز. ازاي؟ ما هو عنده صلايفة، والصلايفة دي هتنزل وممكن تعدي من جنب الاندوتراكيال تيوب وتروح داخله
جوه التراكية. صحيح الاندوتراكيال تيوب فيها كف بس sometimes بنفضيها، وبالتالي الاسبيريشن اللي بيحصل ممكن ينتج عنه كده. وفي حاجة تانية بتحصل، الناس اللي عندها recurrent aspiration ده موضوع آخر تاني، مش لازم يكون عنده COPD أو كوما. الaspiration لوحده نتيجة إن الصلايفة بتنزل تعدي في اللاركس نتيجة السنسيشن والكف ريفلكس مش موجودين، وده عند patient ما هواش كوماتوز مش عارفين نحلها، فأحيانا نحلها له بتراكيوستومي كتراكيوستومي فيها كف عشان ما تنزلش لغاية تحت، دي تعمل له recurrent infection. الحاجة اللي بعدها اللي مهمة جدا إن دي بتقلل لي حاجة اسمها dead space. إيه dead space بقى؟ المسافة ما بين البق لغاية الالفيولس المسافة دي طويلة، فالهواء بيمشي فيها مسافة طويلة. لما احنا بنخلي العيان ده بياخد النفس عن طريق التراكيوستوم تيوب كونكتد تو ذا فنت الفنتليتور، يعني القصة دي بتخلي الديد سبيس ده اقل، وبالتالي سهلة ان العيان يتحسن، وده كمان بيدي فرصة للايه للبوزيتيف فنتليشن احسن من الاندوتراكيال تيوب. وزي ما قلت لكم الاندوتراكيال تيوب بتعمل سبجلوتيك استينوزس، وده اللي احنا خدناه زمان في التروما، وده ما بيحصلش من التراكيوستوم تيوب. يبقى احنا هنا بنقول ان في الحالات دي اللور ريسبيراتوري اوبستراكشن احنا بنعمل تراكيوستومي نوت تو باي باس ان ابر ايرواي اوبستراكشن، لا مال دي ده ليها اسباب واهداف ثانيه تو ريجين ذا فانكشن اوف ذا ريسبيراتوري تراك بالاساس. طيب في حاجه ثانيه نعمل فيها، طريقه ثانيه نعمل فيها سبب ثاني نعمل فيه تراكيوستومي، احيانا بنعمل التراكيوستومي از ان بارت اوف اذر اوبريشن مش عشان العيان مخنوق. يعني مثلا ايه، هتاخد عمليه في الـ في الـ في الفارينكس، الواحد عنده تيومر جوه عند التونسلز مثلا، فانت هتشيل له الحته دي، فانت هتشتغل في الايرواي ده، دي بيسموها كوماندو اوبريشن، تعرفها عشان تخش تشتغل في نفس المكان اللي هنحط فيه الاندوتراكيال تيوب ده صعب جدا. وبالتالي انت تبتدي العمليه بتراكيوستومي ونوصل عليها جهاز الفنتليتور اللي هينام منه العيان عشان تقدر تشتغل في كلير ايرواي. sometimes كمان في حالات الانجيوفيبروما، ودي هتاخدها وتعرف ايه سببها ايه، احيانا كمان بتعمل الكلام ده في عمليه بتاعه البارشال رينجكتومي، ودي علشان خاطر يقدر العيان ده ماشي بالتراكيوستومي فتره لغايه الفانكشن اوف ذا لارينكس ما ترجع. ما تنساش اللي اسمها بيرمننت تراكيوستومي بتاعه الرينجكتومي اكشولي ما هياش تراكيوستومي، it is an opening of the trachea، حتى احنا بنسميها استوما، ودي بيعيش بيها العيان، دي مش تراكيوستومي، دي فتحه اللي احنا بنخيط التراكيا على السكين. هنا في الحاله دي الهدف من القصه ايه بقى؟ الهدف القصه ان الانتوبيشن ديفيكلت للعيان، مش قادر انت تعمل له اندوتراكيال انتوبيشن، او تو افويد اللارنجيال ايديما او البلاد اسبيريشن ديورينج سيرجري بالذات، وده بيعمل عند انفكشن يعني. تمام، يبقى دي الاسباب بتاعه التراكيوستومي، امتى اعمل لواحد تراكيوستومي. طيب النقطه الثانيه، التراكيوستومي ده بيتعمل فين؟ يعني ايه فين؟ في انهي حته في التراكيه؟ احنا بالاساس بتاعنا بنعمل التراكيوستومي في الميد، ميد ده يعني عند الثيرد اند فورث تراكيال رينجز، في الحته دي بالظبط، دي بنسميها ميد تراكيوستومي. لكن انا ممكن اضطر اعملها في الهاي تراكيوستومي اند ذا فيرست اند سكند تراكيال رينجز، ودي حاجه مش حلوه قوي. ممكن اضطر اعملها اللو عند الفيفث اند سيكست تراكيال رينجز، وده في حالات معينه. يبقى الطبيعي بتاعنا عند 3 و4. امتى اضطر اطلع فوق؟ مثلا احيانا انا مش عارف اشتغل في النك زي ما انت هتشوف، فمضطر اطلع شويه. امتى انزل تحت؟ لو انا عندي ستينوزس هنا وانا عايز انزل تحتيه مثلا. لكن الطبيعي بتاعنا اللي احنا نعرفه بنعملها عند ثيرد اند فورث تراكيال رينجز. طيب الاندوتراكيال تيوب اللي احنا بنحطها ليها انواع الحقيقه مختلفه كتيره جدا، لكن احنا نقول الحاجات الكومن. كان زمان في منها حاجات ميتاليك، ميتاليك يعني تبقى حديد، وده خلاص انتهى، كله سيلاستيك يعني حاجه زي البلاستيك دلوقتي. منها في حاجه سبيكنج فالف او ما فيهاش، كلمه سبيكنج فالف يعني تروح قافلها هنا كده بتيوب بحاجه زي فالف هنا، وهفهمك معناه ايه في الاخر. ممكن يكون فيها كف زي ده زي الاندوتراكيال تيوب، وممكن ما يبقاش فيها كف. ممكن عباره عن تو تيوبس، واحده من بره واحده من جوه، وده علشان خاطر البريتميلي كراستيشنز وديستشارج وبتتقفل، فبنطلع الانر تيوب دي ننضفها ونرجع ندخلها مره ثانيه. هنعمل التراكيوستومي دي ازاي؟ هقولها لك الاول دايجراماتيك كده، وخد بالك ان العمليه نفسها مش مطلوبه منك، المطلوب ان انت تبقى فاهمها بس، لكن مش مطلوب منك الديتيلز دي. بنعمل سكين انسيجن زي ده كده، وبعدين بنسبليت السكين، وبعدين بيبقى في حاجه اسمها بري تراكيال ماسلز نروح فاتحينها من سبليتنج. الاقي الثايرويد اثمس اهي، الثايرويد اثمس دي بروح ماسكها ما بين تو كوخرز او ارتريس كده واقطعها، في ناس بتزقها لفوق. الاقي سكند وثيرد تراكيال رينجز،
اروح عامل فيهم اوبننج اهي، والاوبننج غالبا يعني بنبقى عاملين الاوبننج ديت في الكارتليج مثلا ضلع 2 3 واروح رافعها لفوق او رافعها لتحت، وبعدين اجيب التراكيوستومي تيوب واروح مدخلها جوه التراكيه اهي، وبعدين اروح قافل السكين واروح مثبت التراكيوستومي تيوب نفسها من بره. تمام. الانسيجن ده ممكن يتعمل لونجيتودينال، والاحسن انه يتعمل ترانسفيرس. لونجيتودينال ده بنعمله في الحالات الامرجنسي عشان بيبقى سريع، لكن الاحسن يبقى ترانسفيرس عشان يبقى ان لاين with the neck creases of the skin عشان ما يبانش later on لو احنا قفلناها. الحاجة التانية احنا بنعملها معظمها بنعملها under local anesthesia مش under general. ليه؟ لان الحتة السنسيتيف في هذا المكان كله هو السكين، وبالتالي انا عملت infiltration local anesthesia العيان مش هيحس، والحتة التانية السنسيتيف بتبقى ميكوزا of the trachea، لكن كل subcutaneous tissue والثيرويد اثمس والحاجات دي non-sensitive ما فيهاش nerve endings. الحاجة التانية انه من كتر احيانا الامرجنسي احنا قلنا بنعملها من سفير سترايدر، ان انت تعمل تراكيوستومي اسرع بكتير من انت تركب للعيان ده اندوتراكير تيوب، لان دي بتاخد وقت واحيانا الدنيا ما تبقاش واضحة ليه كويس، ممكن يخش اسوفيجيا بدل ما يخش لارنجيا، ممكن الفوكال كورس يبقوا قافلين. يعني المهم ان الامرجنت تراكيوستومي اسرع بكتير من الامرجنسي اندوتراكير انتيوبيشن. اوكي، تعالوا بقى نشوف فيديو كده سريع لهذه القضية. بصوا كده احنا هنعمل ايه؟ هنعمل سكين انسيجن اهو، سكين انسيجن سريع اهو، ده لونجيتودينال. نعمل سبليتنج للسكين، وبعدين ده اسمه دايثيرمي، بنقطع بيه السبكوتينيوس فات اهو، وبعدين هنعمل سبليتنج نلاقي البري تراكيال ماسرز نعمل لها سبليتنج هي كمان اهو، ونعمل ريتراكشن ليها نلاقي الثايرويد اثمس في وسنا وتحتها الايه التراكيا بنقطعها. تمام. نلاقي السكند والثيرد تراكيال رينجز كريكويد فيرست سكند ثيرد، ونروح عاملين انسيجن فيهم اهو، وبعدين نروح جايبين التراكيوستومي تيوب ونروح حاطينها ونروح اهي زقنا اهي جوه الايه جوه التراكيا اهو زي ما انتم شايفين. لو ده الليفل بتاع الفوكال كورس يبقى انا عديت ده. تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوفها كلينيكال عمليا بنعملها ازاي. اهو incision transverse زي ما قلت لكم دايثيرمي، وبنقطع فيها نقطع فيه السبكوتينيوس تيشو اهو دايثيرمي، بعدين هنعمل ريتراكشن للفاتس، وبعدين هنلاقي المسلز نعمل لها ريتراكشن هي الثانيه لغايه ما نلاقي الثايرويد اثمس في وشنا دي كلها ثايرويد اثمس، نمسك الثايرويد اثمس دي ونقطعها لغايه ما نلاقي تراكيه في وشنا. ادي تراكيه في وشنا اهي، احنا بنعمل برضو زي ما قلت لكم ده لوكال انستيزيا اهو علشان خاطر هي سنسيتيف، نقطع نعمل انسيجن زي اوبن بوك كده التراكيه اهي، وبعدين شفط سكريشنز، ثم نجيب التراكيوستومي تيوب ونروح ايه ونروح حاطينها اهي، وبعدين نروح مخيطين الجلد اللي تحتها ونثبت التراكيوستومي تيوب. اوكي. طيب التراكيوستومي تيوب دي بعد ما عملناها اللي هي بوست اوبرتيف كير مهم، خدوا بالكم ان التراكيوستومي تيوب دي او التراكيوستومي ان جنرال وان اوف ذا امرجنسيز المهمه جدا 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 عندنا في الانف والاذن او ان جنرال في الطب، والناس بتحتاجها كتير لدرجه ان هم بيركبوها للناس بيعلموها للناس بتوع الاي سي يو بتوع الامرجنسي ديبارتمنتس، لان انت ممكن ما تلحقش تجيب بتاع الانف والاذن يعمل لك كذا الكلام، وليها الحقيقه اكتر من تكنيكس، حاجات مينيمال بيسموها مينيمال انفيزيف تكنيكس وميني تراكيوستوميز وبيركوتينيوس تراكيوستوميز، يعني في حاجات اخرى ثانيه بنعملها البروسيدور بتاعها اسهل واخف واسرع علشان خاطر تلحق العيان بسرعه لما تكون محتاج. المهم بعد العيان ما بيعمل التراكيوستومي يا ريت ينام ان سيمي سيمتك بوزيشن، يا ريت ان احنا نحط له بخار جنبيه فور هيوميديفيكيشن، لان انت كده فانكشن اوف ذا نوز خلاص راحت، ما بقاش الهواء بيعدي من النوز، بقى بيعدي من التراكيوستومي تيوب على طول.
لدرجة إن إحنا زمان وإحنا صغيرين في القصر العيني كانوا بيحطوا لهم حلة فيها بتغلي بخار عمالة شغالة شغالة شغالة. طبعًا دلوقتي في ديفايسز بتعمل ستيم، بتعمل بخار يعني جنبها علشان يتنفسوا. وبنديهم للعيانين دول شوية ميكوليتكس لأن الديستشارج هنا بينشب بسرعة وبيعمل شوية كراستيشنز. خد بالك بقى من القصة دي، العيان اللي عنده تراكيوسمي تيوب ده الهواء داخل الخارج من هنا، وبالتالي هو ما بيتكلمش، لانه الهواء عشان يتكلم لو انتوا تفتكروا الهواء لازم يعدي على الفوكال كورس، هو بيعديش على الفوكال كورس، وبالتالي العيان ده ما بيتكلمش. في دي العيانين بقى عندهم مشكله كبيره جدا جدا اعرفها لحسن، دي مهمه في حياتنا العمليه، بيسموا تراكيوسمي تيوب دي ايه بالمناسبه؟ بيسموها الصفاره. بيسموها ايه؟ الصفاره. والله بالذات الناس اللي فيري لو ستاندردز او لو سوشيال ايكونومي، والعيان ممكن يبقى عنده كانسر لارينكس وبيموت مخنوق، مخنوق بيموت، ويقول لك لا ما عنديش صفاره، وتقول له ما تقلقش هتبقى كويس هتاخد نفس، لا مش عايز اخد نفس هيموت مش مهم، وما يركبش الصفاره على رايهم اللي هي التراكيوسمي تيوب. يعني دي تمثل مشكله مجتمعيه لغايه النهارده، وعلى فكره مش المجتمع بتاعنا احنا بس، وحتى في باقي المجتمعات الاخرى عندهم نفس المشكله. النقطه الثانيه ان هو الناس كلها بتسمع في بعضها انه العيان مش هيتكلم، مع ان بقى احنا بنبقى عاملين مشكله صغيره التراكيوسمي تيوب كده، نيجي على الحته اللي فوق دي نروح عاملين فيها زي فتحه اوبننج صغيره، فالهواء جزء منه يعدي ويخرج. فلو انا جيت حطيت هنا اهو فالف، صغير قفلته، فالهواء يخش ويخرج منين؟ هيخش ويطلع من هنا فيعدي على الفوكال كورد، وبالتالي ممكن يتكلم لو حب، بس احنا على الاقل لو اتخنق يقدر يشيل الفالف فياخد نفسه بالراحه مرتاح. تمام. والله اكوردنج بقى للسيتويشن، لو البني ادم عنده مشكله بيرمننت هيعيش بتراكيوسمي بيرمننت، لو مشكله تمبرري يبقى فتره هتبقى تمبر، صح؟ المهم فبيبقى عنده شويه ديستشارج، فلازم نعمل له فريكوينت ساكشن ديستشارج ده، ويا ريت بحاجه اسمها صوديوم بايكربونات عنده القدره ان هو يدوي بالديستشارج ده، ولو هي انر واوتر تيوب فبنجيب الانر تيوب نطلعها علشان نقدر ننظفها من الديستشارج اللي فيها، لدرجه ان احيانا الديستشارج ده ينشف ويعمل كراست تقدر تسد التراكيه نفسها او ايفن التراكيوستومي تيوب. وهنتابع العيان ده بقى بليدنج هيحصل بليدنج ولا لا، اكون عورت حاجه، الهواء داخل وخارج كويس ولا لا، لحسن يكون انا حاطط التراكيوستومي تيوب ما هياش حاططها في التراكيه في حد ذاته. اوكي طيب، هل في كومبليكيشنز ممكن، هل في طريقه نقدر نشيل التيوب دي؟ اه، بالذات لو كانت تمبرري. اسمها ايه بقى؟ اسمها اكستيوبيشن او بنسميها وينينج. خلاص مشكلته تمبرري ومش محتاجين التراكيستوم دي anyway. اعمل ايه؟ ابدا اقفل التراكيستوم دي حته صغيره، اه مستحمل الدنيا وحلو، اه ماشي. طب ما انا لو قفلتها خالص هياخد نفسه منين؟ من حواليها؟ لا، نرجع تاني، يبقى انا هعمل فتحه في التيوب زي ما قلت لكم من شويه، فالهواء يطلع ويخش من التيوب نفسها او من هنا حسب الحاجه. اقفل نصها النهارده وبعدين ارجع اقفلها كلها، والله مستحمل حلو زي الفل، هشيلها خالص واروح قافل مكانها تماما واشوف العيان ده هيقدر يستحمل؟ اه استحمل خلاص زي الفل خير وبركه. يبقى هي دي الطريقه اللي انا اقدر اقفل بيها الطريقه جراديوال 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 لغايه لما خلاص مش محتاج اروح اقفلها تماما ومكانها بيقفل بسرعه جدا ما بقاش محتاجه حاجه منه. طب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من القصه دي؟ مهم جدا جدا الانستيتيك كومبليكيشنز دي. زي ايه؟ زي لو انا اديت للعيان ده مثلا جنرال انستيزيا ممكن يحصل له ابنيا، ودي مش سبيسيفيك للقصه بتاعه التراكيوسمي، اي جنرال انستيزيا في الدنيا ممكن تعمل نفس الكلام، اي لوكال انستيزيا ممكن تعمل شويه رياكشن او شويه الرجي او بنسميها انافيلاكسس. الحاجه الثانيه بليدنج، البليدنج ده والقصه دي مهمه جدا نعرفها بسرعه بسرعه، انا مش طالب منك ديتيلز، هتتكرر لك هنا وتكرر لك ثاني في التراكيوسمي. في بليدنج يحصل انترا اوبرتيف وانا بعمل العمليه نتيجة إن أنا عورت حاجة وأنا شغال، أنا شغال في النك يبقى أنا عورت حاجة حواليا، فين كبير، أرتري كبير، أنتيرو جاجلر فين، كده يعني. وده خطر لأن ممكن يعمل لي بليدنج كتير، ممكن كمان لو الإنومينيت فين بالذات يشفط إير فبيسموها إير إمبوليزم. طب ده بيتحل إزاي؟ حط إيدك عليه على طول، إعمل كومبريشن كومبريشن كومبريشن، وبعدين دايثيرمي للحتة أو لايجيشن. كلمة دايثيرمي يعني ألسعه لو حاجة صغيرة، أو إن أنا أمسكه أربطه بفتلة علشان خاطر ما ينزفش مني تاني، دي اسمها ليجيشن. أو إن البليدنج ده أنا عملت تراكيوسمي الصبحية، على بالليل أو بعدها بساعتين ثلاثة راح رجع السرير بتاعه عمال يجيب بليدنج حواليا، آه يبقى أنا كان في رابطة رابطها والرابطة دي فكت، دي اسمها سليب ليجيشن، ليجيشن يعني رابطة، أنا ماسك حتة ورحت رابطها جامد وبعدين راح اتفك منها.
طب وعمال ينزف اعمل له ايه كومبريشن لغايه ما تدخله اوضه العمليات وبعدين تبص دي الحته اللي بتخرخر وكنت رابطها اربطها تاني واربطها جامد بقى او لو حاجه بسيطه اعمل لها شويه دايثيرمي او ان العيان ده جالي بعد 7 ايام تخلصت العمليه وانتهينا بقى زي الفل لا ده بينزف ده بيسموه سكندري هيموريدج بعد اسبوع او 10 ايام وده دايما حصل انفكشن في مكان الجرح وده معناه ايه معناه ان في انفكشن جامد ده ما ينفعش تعمل له عمليه بقى تانية ليه بتبقى التيشوز الانفكتد دي مهربده وبايظه ونيكروتيك لا ده انت تدي له اجريسيف انتيباتكس وتعمل له كومبريشن بس ما ينفعش لا تربطه ولا تدخله اوضه عمليات ولا تعمل له دايثيرمي كل ما هتعمل اجراء كل ما تلاقي ينزف ايه بينزف اكتر اوكي طيب الحاجه اللي بعدها انجري ان انت ممكن تعور اي حاجه من الحتت اللي حواليك مثلا انت شغال فتعرض الكريكويد كارتج فوقيك تعمل له سبلوت اكستينوس او انت شغال له شويه ممكن تعور الايبس اوف ذا بلورا هنا جنبيك جدا ولو انت دخلت لاترال شويه للتراكيه ممكن تعور البيج فيسلز زي الكاروتيد وده هتبقى خطر جدا ممكن لو انت دخلت وفتحت التراكيه وبوظت البوستيرور رول كمان ممكن تعمل عندك تراكيه اوسوفيجيال فيستولا ممكن يبقى عند العيان ريسبيراتوري بروبلمز زي ايه اول ما نفتح الفتحه بتاعه التراكيه ممكن العيان كان عنده متحوش كربون دايوكسيد بوف مره واحده كربون دايوكسيد راح العيان ده ممكن يحصل له ابنيا ليه هو بقاله فتره في سترايدر ساعه ساعتين ثلاثه يوم اثنين وعمال الدنيا تزيد فالبرين متعود على الكربون دايوكسيد والكربون دايوكسيد ده بيعمل اراوزل بالمناسبه مره واحده بقى العيان ده ما عندوش كربون دايوكسيد ده عنده اكسجين بس عشان الجو اللي حواليه بقى مليان اكسجين يجي له ابنيا عشان كده لازم تدي العيان ده كربوجين كربوجين يعني في نسبه عاليه من الكربون دايوكسيد او ان انت تحطه على اسيستد فنتيليشن يعني فنتليته لغايه ما يتصلح ممكن لو عورت البلورا يحصل العيان ده نيوموثوركس يعني يخش هواء جوه الحته بتاعه اللونجز مش انا اسف جوه البلورا وبالتالي ده تلاقي العيان ده الاير انتري قل ويتلاقي عنده ديسني عشان كده بيخرجوه دايما يعملوا له اكس راي ولو لقوا ان الدنيا سودا يعني حصل نيوموثوركس فاكرين احنا قلنا في الفورن بودي بتاع الهيلد فورن بودي وبالتالي ده بيتحل بحاجه اسمها اندر ووتر سيل لو دخل الهواء عند الميدياستاينم وده ممكن ان انت تعوره وتعمل هذا الكلام ده ممكن يعمل هواء جامد بيضغط على الهارت وده بيسموه كاردياك تامبونيد وده ممكن يعمل هارت فيلير وده مهم جدا او ان العيان ده يحصل له حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما ايه السيرجيكال انفيزيما دي الهواء بيخش وهو خارج مش عارف يخرج حلو يروح خارج فين تحت الجلد فتلاقي الجلد عمال يبقلق تدوس عليه كده عمال يطلع يطرقع هواء دي بنسميها سيرجيكال انفيزيما دي بتحصل ليه مثلا التيوب دي سليبت وجيت تحطها مره ثانيه مثلا خرجت في الرعايه فرحت انت مش متخصص رحت حطيتها تاني دخلت تحت الجلد ورحت موصله على جهاز التنفس فالهواء بيدي له هواء فين بيدي له هواء على التيوب والتيوب واصله على تحت الجلد فعمال يتنفخ هواء لكن في نفس الوقت التيوب مش داخله في التراكيه تمام كده او ان الدنيا عنده واسعه الدنيا عنده ضيقه جدا فالهواء عمال يخش ويخرج ويخرج مش عارف عشان في كراس قافله تيوب فيروح داخل في الحتت التيشوز اللي حواليه يلاقي تحت الجلد وده احنا بنسميها سيرجيكال انفيزيما بعد كده تيوب استراكشن ممكن تتقفل مثلا بكراس وتبقى مقفوله ومش عارفه تتسد بالتالي عنده يجي له سترايدر تاني وبالتالي لازم انت تنظفها بصوديوم بايكارب مش معنى الصوديوم بايكارب عشان هو اللي بيقدر ان هو يدوب الكراستيشنز دي ممكن التيوبه تتسلت وانت تدخلها ما دخلتهاش صح وما انتش عارف العيان ده مخنوق مره ثانيه فلازم ترجع تحطها ثاني وفي المكان الصحيح بتاعها وخد بالك التيوب دي بتعمل تراك حواليها بعد اسبوع فلو خرجت النهارده بعد العمليه او بعد العمليه بيوم بيبقى صعب جدا تعرف ترجعها ثاني محتاج تدخله اوضه العمليات ثاني عشان كده لازم اول ما تعملها تربطها كويس وتثبتها كويس في الجلد انما لو بعد اسبوع لا بتبقى عامله زي فايبر ستراك حواليها تقدر تشيلها وتركبها مره ثانيه ممكن يحصل عند انفكشن ده ممكن يعمل سكندري بليدنج او يعمل جست انفكشن بعد كده ممكن كومبليكيشنز تحصل ليتر اون السب جلوتيك ستينوزس ده بالذات لو انت عملتها هاي تراكيوس ممكن يحصل عند حاجه اسمها تراكي اوسفيجيال فيستولا خد بالك بقى من الكلمه دي لحسن دي مهمه جدا ايه هي انت مركب اللي عنده تراكيوستومي تيوب او حتى اندو تراكيال تيوب وفيها كف منفوخ بالونه كمان العيان ده عايز ياكل ويشرب فانت العيان كوماتوز فحاطط له رايل او بيسموها نيزو جاستريك تيوب بتدي له فيها اكل مضروب في خلاط كده تيوب في الاسوفجس مع كف التراكيه الوول اللي هي ما بين الاسوفجس والتراكيه تضغط عليها من الناحيتين من الرايل ومن الكف
فيروح عامل فتحه ما بين التراكيه ومنجين الاسوفجس، ودي اسمها تراكيو اسوفيجيال فيستولا، ودي كل ما يجي ياكل ويشرب الميه او الاكل يعدي من الفيستولا على التراكيه، وده بتعمل له اسبيريشن، وده بتعمل له تشست انفكشن، ايفن ممكن العيان ده يموت من القصه دي. تمام كده؟ هو ممكن تيجي تشيل انت العيان ده، تشيل منه تيوب، كل ما تشيله مش عارف ياخد نفسه، كل ما تشيله مش عارف ياخد نفسه، فتفضل معيشه بيها طول عمره. اوكي. This is the session for